الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم سيداتي سادتي في كل مكان، ومرحبا بك زميلي محمد ترك. أهلا بك عمرو، أهلا بحضراتكم كل مشاهدينا الكرام. هذه النشرة نستهلها بالعناوين: وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. والأمم المتحدة تؤكد أن حجم كارثة العاصفة دانيال في ليبيا ما يزال مجهولا، وتتحدث عن صعوبات في تنسيق العمليات الإنسانية. الأخبار بالتفصيل من القاهرة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. ويعد النجم الساطع أهم وأكبر التدريبات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 19 دولة، إلى جانب مشاركة 15 دولة بصفة مراقب. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية. ونفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي. لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة،
واختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز، ترحيبا بالدول المشاركة بالتدريب. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مؤكدا على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة. اشتراك القوات في حد ذاتها في تنفيذ تدريبات مشتركة في موضوعات مختلفة ده شيء مهم جدا. كل مجهوداتنا واشتراكنا وتعاوننا معا بهدف تحقيق الاستقرار والأمن للربوع العالم. أنا سعيد جدا بهذا التدريب، سعيد بحجم المشاركة من الدول المختلفة، سعيد بحجم الموضوعات اللي تم تداولها في هذا التدريب، سواء موضوعات للقيادة والسيطرة على مستوى مراكز القيادة، أو سواء موضوعات تكتيكية في تنفيذ أنشطة معينة، وهي أنشطة مختلفة سواء كانت أنشطة على مستوى البر أو على مستوى الجو أو مستوى البحر. وبالتالي دمج هذه الأنشطة كلها في النهاية دي حاجة تساعدنا. نتمنى إن شاء الله التدريب المستقبلي كان يكون فيه حجم الاشتراك أكتر من الدول المختلفة. أنا سعيد جدا بوجودكم بينا في هذا التدريب، وبشكر جميع القوات اللي بذلت الجهد في هذا التدريب. أتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى الاستقرار والسلام والأمن لجميع دول العالم. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى لدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ فعاليتها الاثنين المقبل. وصرح أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية سوف يشارك في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 من سبتمبر الجاري، كما يشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي، كما سيترأس الاجتماع الوزاري حول الخسائر والأضرار، كذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية سيعقد لقاءات ذات طبيعة اقتصادية مهمة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشارك وزير الخارجية كذلك في عدد من الاجتماعات الوزارية المهمة، إلى جانب عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية رقم 78 للأمم المتحدة. تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين في مدينة درنا الليبية بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحتها، ودعت السلطات المحلية إلى إقامة ممر بحري للمساعدة العاجلة وعمليات الإجلاء بعد انهيار الطرقات، مقدرة عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بحوالي 884 ألف شخص. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال وصليب الأحمر إنه لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء. من جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن نحو 39 ألف شخص نزحوا في المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق البلاد. هذا وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه باشر تقديم مساعدة غذائية لأكثر من 5000 عائلة نزحت بسبب الفيضانات. في السياق ذاته قال ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية بشكل عاجل في العديد من المناطق في ليبيا، بما في ذلك مدينة درنا الأكثر تضررا جراء العاصفة دانيال والفيضانات الناجمة عنها. وأضاف برينان أن العديد من المنشآت الطبية لم تكن تعمل بشكل جيد حتى قبل العاصفة، حيث أن نسبة كبيرة من هذه المنشآت كانت تعاني بالفعل سوء تجهيز ونقصا في الموظفين. أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولا،
وقال في مؤتمر صحفي في جنيف إن المنظمة تواجه صعوبة في تنسيق العمليات الإنسانية مع السلطات في شرق البلاد وغربها، وهو ما أدى إلى غياب المعلومات وعدم التمكن من تحديد الاحتياجات بشكل دقيق. هذا وأقام الجامع الأزهر صلاة الغائب عقب انتهاء صلاة الجمعة ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا. وكان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا. كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي في ضحايا الزلزال والعاصفة المدمرين. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إنه يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة من الأمم المتحدة اليوم أو غدا لمساندة الناجين من الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي. أضاف جريفيث منسق الإغاثة في حالة الطوارئ أن المنظمة الدولية تأمل استنادا إلى محادثاتها مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة في وقت قريب، وأكد أنه بعد الحصول على الضوء الأخضر من المغرب سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مرحلة مساعدة الناجين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى تركز على البحث عن الناجين وضحايا، في حين أن المرحلة التالية تقضي بتقديم المساعدة للناجين وتوفير ملاجئ وطعام ومعدات طبية. تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كواهلهم. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. أشكر الرئيس ورجالة الرئيس كلها اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس ويعودها عليه بخير يا رب. السيد الرئيس اللي بعت لنا مواد غذائيه لحد الغيط في عز الجو دوت بالظباط، الناس المحترمه، الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وبيجولنا كتير وجولنا في رمضان وجولنا دلوقتي، ودي الحفيدي شنطه. كل سنه وانتم طيبين واحنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صح والحكايه مستمره من سنين. قاعده انا ولادي وفجاه لقينا الظباط داخلين علينا بشنط لاولادنا للمدارس، ما كناش لسه جبنا لهم واحنا بنشكره. وشرطه شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا ادي لك عاديه وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. شكرا يا ريس على الشنطه بتاعت المدارس، شنطه طيبه. بلدي دي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أدي لك عيني وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة ونشكر الرئيس. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عادية وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الرئيس وبيدينا كل حاجة والشنط اهيت مع أولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب، جاب لنا عيالنا شنط المدرسة، وإحنا بصراحة كل سنة
كل سنه في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الاعياد ما بنسيبناش خالص في الاعياد ومناسبات ودي لعيالي حاجه المدرسه دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا في اي وقت واي مناسبه بيجي برضو يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا رئيس. شرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. شكرا يا ريس، كل سنة وانت طيب، دايما فاكرنا بالخير يا ريس. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر ياللي شمسك لا يوم. دي حاجة بسيطة كده يا كابتن الريس. ليه؟ الله يجعل لك من نور عليكم يا رب. أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم، تعظيما للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. هدية السيد الرئيس. شكرا. ربنا يديم الصحة يا رب. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة طيب. محتاج أي حاجة؟ الله يخليك. وبلدي التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنة طيبين. طيب ربنا يخلينا نفسيا. الله يخليك. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة، على دخلة رمضان، على دخلة العيد، على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة، وكنت محتاجة كراريس، وكنت محتاجة أقلام، وكنت محتاجة لهم حاجات كتير، والحمد لله إن المبادرة وفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي كانت زمان. نشكر سيادة الرئيس وبنشكركم، وانتوا جايين من اخر الدنيا لينا واحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميله دي، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. قال دكتور علي المصلحي وزير التموين إن عدد المعارض التي تم إنشاؤها لأهل المدارس وصل إلى 145 معرضا بالمحافظات. وأشار وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة نصر، أشار إلى أن المنتجات المصرية تشارك بنسبة 80%، إضافة إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلع الغذائية بها. نتابع. افرح وفرح أولادك، عنوان جديد لمعارض أهل المدارس هذا العام، والسبب هو الانتشار الواسع لتلك المعارض والتخفيضات التي تصل في البعض منها إلى 30%. ففي تلك المعارض لا يقتصر الأمر على الانتشار أو التخفيضات فقط، بل أن الجودة في المعروض اتخذت لنفسها مكانا بها، والمعروض به من الإنتاج المصري يصل إلى 80%. كل العارضين اللي هنا وعندهم مكتبات وفروعها كلهم مشاركين في معرض أهل المدارس، بالإضافة إلى في كافة المحافظات ما بين أقل محافظة 2 معرض رئيسي إلى 5 زي الجيزة والقاهرة والقليوبية، وكلهم واسكندرية
في محافظات ما بين 5 معارض والمحافظات الصغيرة حوالي 2 معرض، بحيث زي ما دولة رئيس الوزراء قال 58 معرض رئيسي مركزي بنفس التشكيلة اللي انتوا شايفينها دي. فبأكثر من 140 معرض بدا الأمر على هذا الحال من حيث المعروض، سواء كانت سلع مدرسية أو سلع أساسية كالزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأخرى، وأفرة في المعروض وتخفيضات تصل إلى 30%. احنا عندنا التخفيضات من 25% إلى 30%، و20 عربية متنقلة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. سيادة الوزير وجه ان كل محافظة يكون فيها على الأقل من 3 إلى 5 معارض. في بعض المعارض هتستمر معانا ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر 10، وده بالاتفاق ويعني التعاون التام مع الاتحاد العام للغرف التجاريه. فهنا توزعت الاقسام ما بين ادوات مدرسيه او منتجات جلديه او شنط مدرسيه او سلع غذائيه، عنوانها كان وما زال افرح وفرح اولادك. الخصومات السنه دي الاقلام الرصاص ممكن بتبدا من 12 جنيه، الكشكول والكراس بيبدا من 75 جنيه الباكت، الاساتيك البريات كل حاجه هتلاقوها ان شاء الله اقل من بره. منزلين حلاوه المولد، منزلين سكر ب 20 جنيه مدعوم من وزاره التموين وشركه القابضه، منزلين زيت 800 خليط ب 40 جنيه. فباكثر من 40 معرض تشارك الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بمنتجاتها التي تزيد عن 100 صنف، اضافه الى سياراتها المتنقله التي تجوب القرى والنجوع. احنا مشاركين في 25 محافظة وب 42 معرض، ودخلين السنة دي حاجة جديدة في معرض أهل المدارس، إن احنا مشاركين الشركات السلع زي المصرية للجملة والعامة للجملة والنيل. على كل فإن سياسة المعارض تأتي لتخفيف العبء عن المواطن في المناسبات، وهي سياسة اتبعتها الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس الذي أعطى الأولوية للمواطن دائما. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. بمشاركة 300 طبيب متخصص من مختلف دول العالم في مجال الأوعية الدموية وبرعاية جامعة الدول العربية، نظمت رابطة جراحي الأوعية الدموية العرب المؤتمر 7 لجراحة الأوعية الدموية، والذي تم خلاله الكشف عن أحدث علاجات الشريان الأورطة والجلطات الدموية. في إطار التعليم الطبي المستمر وتأهيل الأطباء الشبان في التعامل مع أحدث التقنيات العالمية لعلاج الشريان الأورطي والأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية، كشف الأطباء المختصون عن أبحاث وبروتوكولات علاجية مستحدثة في هذا المجال خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجراحة الأوعية الدموية التي تنظمه رابطة جراحي الأوعية الدموية العرب. في جديد كثير جدا في وتقدم هائل في مجال جراحة الأوعية الدموية، سواء مجال الجراحات التقليدية المفتوحة أو جراحات التي تحدث بالأسطرة بما فيها جراحات شرايين الأورطة بالأسطرة، شرايين الطرفية، الشريان السباتي. في الواقع الحمد لله في تجمع علمي كبير جدا من جميع الدول العربية ومن أوروبا. أحدث التقنيات هي أساساً بتبقى في شغل الشريان الأورطي، الشريان الكبير اللي خارج من القلب يوزع الدم على جميع أعضاء الجسم. في تقنيات حديثة جداً لدعمه بشرايين صناعية عن طريق الدعامة في حالات التمدد التي تعرض الإنسان للخطر والانفجار ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج في الوقت المناسب. في اهتمام شديد جدا جدا من اتحاد الاطباء العرب بشغل الرابط، لان هي دي فعلا الجانب العلمي للاتحاد، ولابد من تقويه هذا الجانب، ولابد ان يكون هناك تفاعل جيد وان يكون في تعاون وتنسيق بين كل الهيئات والرابطه العربيه في رفع والارتقاء بالمستوى العلمي، لرفع مستوى الطبيب العربي مهنيا وعلميا. فالحقيقه في الاتحاد احنا حريصين جدا على من حيث الابتداء إنشاء الروابط، ثم تفعيل هذه الروابط، ثم التنسيق والتعاون بينها. فذلك احنا جدا بنرحب بأي نشاط للروابط، وبالذات لو مشترك فيه أكثر من هيئة علمية عربية. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض كل ما هو جديد من أبحاث لعلاج الجلطات الدموية والتشخيص الأمثل للعلاج.
مركز بدرجة كبيرة جدا على تدخلات الشريان الأورطة، خصوصا تمدد الشريان الأورطة بالتقنية الحديثة والقديمة. طبعا التقنية الحديثة اللي هي استخدام الدعامات المغطاة اللي هي بتقلل نسب الخطورة على المريض أثناء التدخل. احنا بنناقش كل حاجة موجودة جديد في علاقات أساسا تمددات الشرايين في شريان الأورطة والمشاكل بتاعته اللي موجودة كلها، خاصة في الدعامات الشرايين والحاجات النادرة اللي بدأت التكنولوجيا الجديدة تتناقلها، وبدأ يبقى في عندنا تقدم كبير جدا، والحكومة بدأت توفر الدعامات اللي كان صعب انها توفر لها، صار الكلام ده فدي حاجة كويسة، بقت متوفرة دلوقتي في العلاج على نفقة الدولة وعلاج التأمين الشامل. أبحاث وتقنيات مستحدثة حملها أطباء العوايات الدموية خلال المؤتمر، والتي ستحدث طفرة نوعية في علاج العديد من الحالات المستعصية لمرضى الأوعية الدموية. محمد حلمي، التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة في هذه النشرة التي كان أهم ما بها. وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. الأمم المتحدة تؤكد أن حجم كارثة العاصفة دانيال في ليبيا ما يزال مجهولا، وتتحدث عن صعوبات في تنسيق العمليات الإنسانية. masbiro.eg عنواننا الإلكتروني. شكرا لحضراتكم، شكرا لك عمرو، شكرا لك زملائي، في أمان الله.